بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فقد أرسل لي أحد الإخوة سؤالا يقول فيه بعد السلام والتحية: أود تفصيلا الحديث عن موضوع الحدود بين الرجل والمرأة الأجنبية مثل زوجة أخيه وما شابه ذلك، هل يجوز السلام عليها والتحدث معها ومتى يحرم شيء من ذلك وما ضوابط كل ذلك؟ سؤال جيد ومفيد، ويقع فيه خطأ وخلل من كثير من الناس. افهم أولا معنى المرأة الأجنبية. حينما نقول مثلا تحرم مصافحة المرأة الأجنبية، تحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية، كل ما نتكلم عن مرأة أجنبية، ما معنى مرأة أجنبية؟ المرأة الأجنبية هي التي يحل لك الزواج منها بعد زوال المانع. إيش يعني المانع؟ هي متزوجة، إذا زال عنها الزواج يحل لك أن تتزوج بها، لا أنت متزوج لأختها، فأنت ممنوع من الزواج بها. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى نهى أن نجمع بين الأختين، فإذا ما ماتت أختها أو طلقت أختها فهذه يحل لك الزواج منها. إذا المرأة أجنبية، المرأة الأجنبية التي في الشارع هذه التي يعني، ولذلك فصلنا هذا لأن كثير من الناس يظن أن المرأة الأجنبية هي التي تكون في الشارع. كل هذه النساء سواء مزوجة أو مطلقة أو غير ذات زوج ممن يحل لك الزواج منها بعد زوال المانع. ما هو المانع؟ هو عدم وجود عقد، وقد يوجد مانع من العقد كما قلنا. إذا ذهب المانع حل لك الزواج منها، أو أن تكون متزوج مثلا بأربع ولا يحل لك أن تجمع معهن الخامسة، فإذا ذهبت واحدة منهن حلت لك هذه. إذا أي مانع من الموانع؟ فإذا المرأة التي يحل نكاحها سواء الآن أو بعد زوال المانع، كل ذلك يسمى مرأة أجنبية، فافهم هذا جيدا. طيب، ما حكمها هذه؟ حكم المرأة الأجنبية هذه يحرم لمسها، قال عليه الصلاة والسلام: اليد تزني وزناها اللمس. يحرم النظر إليها بشهوة، للأحاديث والآيات التي جاءت: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إلى آخره. تحرم الخلوة بها أيضا للنهي الشرعي في الأحاديث النبوية الصريحة في هذا الباب: ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، يعني الشيطان هذا فتنة والحرام وإلى آخره إلى آخره. إذن كل ما تعرفه من أحكام في عموم المرأة التي يحرم عليك الاقتراب منها، هذا موجود في المرأة القريبة مثل أخت الزوجة. طبعا هنا ما أقول أخت الزوجة، أيضا أخو الزوج بالنسبة لزوجتك هو أجنبي عنها. طيب ماذا نفعل يا أخي؟ السلام جائز، لا إشكال ولا مانع من ذلك. دخلت فقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقول لك هي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجدتها في الشارع تحتاج إلى مساعدة فساعدها، هذا حسن، بل هذا العرف ربما أوجبه عليك، فخذ بهذا. تحتاج إلى مساعدة بدون خلوة وبدون لمس وبدون يعني منكرات، هذا حسن، تعينها. عندهم مشكلة في البيت في كذا، بشرط أن لا يكون لك خلوة، ساعدها، كل ذلك حسن. حتى المرأة الأجنبية إذا أمنت الفتنة كل ذلك مسموح ولا إشكال فيه.
المهم أن تعلم أنها كالمرأة الأجنبية تماما، بل هي مرأة أجنبية. هنا حديث يمثل ما نقول فيه، وهو حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه، حيث سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. هذا الحديث أخرجه البخاري وغيره، إذن هو في أعلى درجات الصحة. أما معناه فلا نزاع فيه، أنه يمنع عليك الدخول، يعني الخلوة هنا. فتنتبه إذا كان الزوج ليس في البيت لا تدخل، نعم يحرم عليك الدخول يا أخي، هذه خلوة تنتظر. والله هي تحزن، هو لا لا معاش تحزن، هي أحسن من أن تغضب الرحمن سبحانه وتعالى. أنتم عندكم تنطع وعندكم تكلف يا أخي، تفكرون بالسوء. لا يا أخي، نحن لا نفكر بالسوء، الشرع الشريف هو الذي هكذا، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عن الدخول على النساء مطلقا. طيب هذا حموها، إيش حموها؟ يعني قريب، الحمو قريب الزوج، أخو الزوج مثلا يدخل على زوجة أخيه في حال غيابه. العامة تقول الشيطان ما مات، إيش يعني الشيطان ما مات؟ يعني أنت ترى الشيء مستبعدا وهو في غاية البعد، ولكن التساهل والاقتراب والتهاون خاصة في البيئات التي ليس فيها التدين وليس فيها الرادع الديني القوي، خاصة في زماننا هذا حيث المسلسلات والأفلام والإنترنت تعطي تربية فاسدة، بل حتى تحبب والعياذ بالله تحبب يعني الزنا بالمحارم ليس بالأجنبيات، وتحاول شياطين الإنس والجن أن تسوغ لهذا. حتى الحديث عن هذا الحمد لله أنه معدوم أو نادر جدا أو لا يكاد يذكر في بلاد المسلمين، ولكن حتى الحديث عن هذا وأنه قد حصل كذا وكذا، إذا سمعت بشيء من ذلك قد حصل فيجب عليك أن تستره، لأن هذا من إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. نعم هناك مواقع تشجع على هذا، ونحن نطلع على كل ما هو موجود، والأسئلة تأتينا من كل مكان، قصص قد تكون مكذوبة تباح في الأسواق، والله عن علاقة الرجل بزوجة أخيه أو بغيرها أو بكذا، أو علاقة الرجل بأخت زوجته، هذا يعني الحمد لله هو نادر جدا، لكن مع هذا سببه ما هو؟ سببه التهاون في مثل هذه الأشياء. المصافحة حرام لها ولغيرها، والله الشيخ فلان والشيخ علان أفتى بهذا، الشيخ فلان والشيخ علان أخطأوا في هذا، نعم يا أخي هذا دين الله سبحانه وتعالى. إذن خلاصة ما نقول في هذا الباب أنها مرأة أجنبية، وأن المرأة الأجنبية هناك حدود في الشريعة قد رسمها الله سبحانه وتعالى، فلا يحل لك أن تتعداها، وأننا حينما نقول لك ذلك لا نمنع من المساعدة بالمعروف، من صلة الرحم. كيف صلة الرحم؟ هذه ابنة عمك، هي رحم، نعم رحم لك، هي فقيرة بحاجة، تمام أحسن إليها، سلم عليها، عزها في مصابها، يعني ساعدها إذا ما احتاجت، كل ذلك حسن. كل ذلك ابنة خالتك، نعم من الرحم، يعني يحل لك نكاحها كما ابنة العم، كذلك افعل كل ما أوجبه الشرع لك، لا أحد يغضب منك إذا ما رأوك تحسن إليها مثلا، أو رأوك تساعدها مثلا، أو تخدمها مثلا في داخل البيت أو في خارجه بالشروط الشرعية المرعية، لا مصافحة، لا خلوة، لا
كلام فارغ لا ميوعة في الكلام، لا تخنث ولا يعني مزح ونكات وأشياء تذلل الحواجز الممنوعة. اتق الله سبحانه وتعالى وراقب الله سبحانه وتعالى في أفعالك، واعلم أحكام الله سبحانه وتعالى وطبقها كما أمرك الله سبحانه وتعالى. وإذا غضب الناس عنك في هذه الحالة فالله تعالى يرضى عنك ويرضي الناس بعد ذلك. وإذا ما رأيت إنسان يطبق ذلك فلا يعني تحاربه، لأنه يلتزم بأحكام الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.